اللي على اليمين ده في كلمة صوتيات، بلاقي في مكتبة للموسيقى موجودة، بختار منها الموسيقى اللي أنا عايزاها، ومجرد ما بضغط عليها بيظهر لي هنا الشريط بتاعها وبسمع صوت الموسيقى. لو عجبتني خلاص أنا بخليها تشتغل مع مع العرض التقديمي بتاعي. وزي ما اتفقنا إن المشاركة بتبقى من سواء انا هحفظها عندي بقى على الفصل بتاعي، هشاركها مع حد، هبعتها رابط سواء بالتيمز او على الفيس او على تويتر، كله من من المشاركة. طب لو انا عايزة اعرضها كعرض كده، بضغط على كلمة عرض وبشوف هتتعرض عندي ازاي. بتبقى هنا هو بيقولي انت عايزاها عرض عادي، يعني انا افتح بقى اشوف ايه اللي موجود تحت كلمة عادي، ديت عادي ولا ايه بالظبط، ولا تشغيل تلقائي، ولا وضع العارض، ولا عرض وتسجيل. يعني ممكن اعرض الحاجة واسجل بصوتي على العرض التقديمي اللي موجود، بختار الحاجة اللي انا عايزة الطريقة اللي اعرض بيها، وبعرض عندي العرض التقديمي اللي انا عملته. الميزة الجميلة اللي موجودة في كانفا ان بيتم الحفظ تلقائي. هنا اهوت بيقول لي تم الحفظ، اخر تعديل انا عملته تم الحفظ، وعلامة الصح ديت معناها ان تم الحفظ. طبعا اي عرض تقديمي انا باخده فبغير الاسم بتاعه، و علشان يبقى انا عارفه ان العرض التقديمي ده بتاعي، بغير الاسم علشان لما احفظه يتحفظ عندي بالاسم الخاص بي. طيب انا دلوقتي عايزه، شفنا ازاي هعمل عرض تقديمي. طب لو انا عايزه اقلب تاني، انا برجع بعمل باك كده وبضغط على قوالب. لو عايزة اي مادة عندي هنا، مادة علمية، اي مادة للشرح، بيبقى في نماذج ادي هنا انا شايفة في جغرافيا هوت، وكل ما هنزل هلاقي مواد موجودة، وهنا قواعد العمل كمان. يعني انا علشان هدخل الفصل لازم يكون في قواعد معينة. يعني لو ضغطت على القالب بتاع قواعد العمل، ادي قواعد العمل اهي، بيقول لي ده التطبيق ده عبارة عن 15 صفحة. لو انا قلت له انا موافقة عليه، حط لي اهو قواعد الفصل. هنا بيقول لي هتستبدلي كل الصفحات، عشان انا كنت سايبة دلوقتي كان في عرض تقديمي تاني، انا بقول له عايز استبدل كل الصفحات اللي كانت موجودة. بضغط على استبدل كل الصفحات، هنا بقى بغير الصورة اللي موجودة، وبغير الاسم، وبغير اسم المدرسة حسب المدرسة بتاعتي، وانا بقول لهم اهلا ومرحبا بكم في المدرسة. بنبدأ اقول لهم ان طبعا لازم يبقى في شعار موجود للفصل بتاعي، وادي مقدمة عن الفصل، وببدأ اقول لهم هنتعلم مع بعض. ممكن اسرد لهم قصه، احط لهم صوره، بغير الصوره دي زي ما انا عايزه. يعني ممكن اقف عليها واشيلها واضيف حاجه تانيه من من العناصر اللي موجوده او الصور. تمام. طيب هنا قواعد الفصل الخمسه، انا عندي خمس قواعد هتبقى موجوده في الفصل اهيت. بنبدا الفصل فصلنا في الوقت المحدد حتى نستطيع الانتهاء من في الوقت المحدد. يبقى احنا لينا ميعاد ندخل الفصل فيه وميعاد نخرج فيه، لازم نلتزم. واحط لهم صورة خاصة بالجزئية دي اللي هي التزام بالوقت. تاني حاجة ارفع اليد عند وجود سؤال. تمام. طيب عايزة انا ممكن اغير ابدل اماكن الشرايح ديت بان انا بسحب واحدة اجيبها مكان التانية. طيب تاني موجود عندي هنا الصدق، كن مسؤولا، احترام الاخرين، الحب والاداب والادب والاحترام، الاستماع الجيد. وبيشكرهم على حسن الاستماع،
هنا ممكن يحط لهم الروابط الخاصة بصفحة الايه الروابط اللينكات اللي ممكن يتعاملوا فيها مع المعلم، ويحط لهم روابط مثلا ايه الفصل اللي انشأه على الكانفا. فدي افكار ابداعية بتبقى موجودة ممكن ان انا استفاد بايه بيها. يبقى دي كمان لقينا قواعد الايه العمل او قواعد الفصل علشان ننظم الايه الفصل بتاعنا. طيب، وزي ما اتفقنا لو انا عايزه ماده معينه هكتب مثلا لو انا كتبت علوم او دراسات او اي حاجه، بيظهر لي الحاجة اللي موجودة. لو شفنا مادة الجغرافيا مثلا، وهنا بيعرض لي ده عبارة عن فيديو، بيقول لي ان هو عبارة عن ايه عن فيديو لو انا عايزة اشغله. طيب، كنت عايزة اوريكم حاجة على الكنفة، هاجي على الصفحة الرئيسية. دي الصفحة الرئيسية بتاعتي، وزي ما اتفقنا ادي الايه الفصل اللي انا انشأته، وهنا اعمال الفصل بتظهر هنا، ودي التصاميم اللي انا ايه اخترتها واشتغلت عليها كلها بيعرضها لي. طيب، كنت عايزة اوريكم القالب ده. بعض الادوات للمعلم الايه الرقمي، انا بعد هنا عندي انا بقول ان انا بقدر استخدم الكانفا، بس بقدر اعمل بيها سي في، ممكن ان انا اعمل بيها فيديو، ممكن اعمل بيها ورق اعمال، ممكن اعمل بيها اي حاجه. ممكن في على فكره الكانفا اصبحت موجوده في الويكليت، مكتوبه موجوده في الفليب، موجوده في ايه في منصات تانيه. هو ادي انا اقدر طب انا هعمل ايه بالكنفة؟ ممكن اعمل بيها سيره ذاتيه، ممكن اعمل بيها فيديو، ممكن اعمل بيها عمل اعلانات، منشورات. يبقى انا ممكن استخدم الكنفة دي في الاعلان عن ايه عن حاجات معينه. طيب، انا عايزه افعل حساب البهو، اكتب الادوات اللي موجوده، يبقى ببدا اشتغل وبايه بشوف الكنفة إيه اقدر اعمل عليها دروسي، اعمل عليها. طبعا انا الباك تو سكول هنا بيقول لي انت دول عبارة عن 11 صفحة عايزة تغيريهم كلهم، انا هقول له انا موافقة غيري كل الايه الصفحات الايه اللي موجودة. عبارة عن ايه 11 صفحة موجودين باك تو سكول، بعد العودة للمدرسة ممكن المدرسين اللغة الايه الانجليزية ممكن يستعينوا بالايه بالحاجات اللي موجودة هنا. ادي ساينس، وبيكلمهم عن الدرس الخاص بيهم، وبيبدأ يعرض معاهم الايه الحاجات اللي هتبقى موجودة خلال العام الايه الدراسي. هيشتغلوا في ايه يعني، بيقول لهم المنهج بتاعنا عبارة عن ايه خلال العام الدراسي هنتعامل بيه. كل الحاجات دي انا ممكن استفاد بيها واستخدمها عندي في الايه توفر عليا الوقت وايه والجهد، وخاصة ان احنا موجودين في فترة الايه الصيف، اجهز كل الادوات الخاصة بيا على الكنفة، مش هتاخد مني وقت. السبورة البيضاء، لو فتحت سبورة هشرح على السبورة دي للطلبة. هنا تصميم بدون عنوان، لان انا هكتب هنا عنوان الدرس اللي انا هشتغل عليه، وببدا ان انا بكتب على السبوره، بيديني اهي سبوره فاضيه. عايزه استخدم عنصر من العناصر اللي موجوده ديت واضيفها، ممكن اضيف العناصر، ممكن احمل حاجه من على الجهاز عندي، ممكن اكتب. احنا ما شفناش الكتابه، طب انا هكتب ازاي؟ هنا حرف التي ده، انا لو عايزه اكتب عنوان كبير، هو ضغطت على عنوان كبير هيبدأ يجيب لي العنوان ده، وانا ممكن احرك الايه زي ما اتفقنا
اي حاجة انا بضيفها ممكن احركها واكتب هنا ايه، هكتب مثلا الدرس الاول لو انا بشرح لهم، واكتب عنوان الدرس وبغير الخط، بكبر بصغر فيه زي ما انا عايزة، واختار الايه نوع الخط حسب ما انا عايزاه، بيتغير عندي اهوت نوع الخط اتغير واللون كذلك، ولو عايزاه بولد او مائل، عايزاه في النص، عايزاه يمين، عايزاه يسار، عايزه احط نقاط، عايزه ابعد مسافات الاسطر. وزي ما اتفقنا ان انا بيبقى عندي هنا اهوت الثلاث نقاط دول، ممكن ان انا ايه من خلالهم هنا اهوت احط تحته خط، عايزه الحرف كبير ولا صغير، مكان الكتابه او الحاجه اللي احطها فين، هنا الشفافيه، هنا لو انا عايزه احط اعرضه يبقى للمشاهده بس، لو هقفله بحيث ان محدش يشتغل على الشغل بتاعي. والتاثيرات هنا اللي هي لو انا هضيف حركه او حاجه معينه. طيب انا عايزه اشوف الكتابه ده، لو انا هختار عنوان كبير او عنوان فرعي او نص تكميلي، انا ممكن لو عايزه بقى الوان جاهزه وخطوط معينه، ممكن اختار من الكتابه اللي موجوده ديت وابدا ان انا اكتب ايه جواها الحاجة الايه الخاصة بي. لازم اشيل الكتابة اللي موجودة ديت وابدأ اكتب مثلا، لو هكتب حاجة انا هنشيل بس الحرف ده تاني اهي هشيلها، و بكتب لو انا هكلمهم عن الضوء، وببدأ ممكن ارفعها كده من هنا، ممكن زي ما اتفقنا ان انا ممكن الف الايه الحاجة لو انا عايزة اغير الايه الوضع بتاعها، وابدأ اشرح في الايه على السبورة بتاعتي واخلص. وهنا في عداد لو انا عايزة اعمل لهم مسألة ولها تايم معين، عايزه في ملاحظات اهيت احط الايه الملاحظات، واستخدم السبوره كانها سبوره بيضاء انا ببدا اشتغل عليها عادي. وزي ما اتفقنا ان كل حاجه بتتسيف عندي تلقائي، ما بتقيم إيه، مش مجرد ان انا حتى لو اتطفت مش هتروح، هي بتتسيف عندي ايه تلقائي لحد ما انا سايفها في المكان الخاص ليها. كلمه الانماط هنا طبعا انا عشان مستخدمه سبوره بيقول لي ما فيش انماط موجوده، لو رجعنا تاني ده كده بالنسبة لاستخدام الايه السبورة. كل الادوات اللي موجودة هنا بتستخدم عادي، لو انا عايزة منشور سيرة ذاتية كلها بنفس السيستم، مفيش اي اختلاف في استخدامها نهائيا، حتى لو انا عايزة اعمل شهادات. اتفضل يا استاذ. الشاشة بس ايوه ما كانتش موجودة الفترة اللي فاتت، ما كانش ظاهر، يبقى كل التصاميم اللي ايه اللي موجوده عندي بتبقى عايزه اعمل تصميم لوجو معين، عايزه اعمل حاجه معينه، ببدا ان انا اختارها واشتغل عليها. طيب مثلا انا فتحت العرض ده وعايزه اعمل نمط، اغير النمط اللي موجود، انا بضغط على انماط وهنا بيبدأ يعرض لي الأنماط اللي موجودة، ممكن أختار ما بين الإيه الأنماط ديت عشان أغير الإيه النمط اللي هو موجود عندي ده، أهوت بيبدأ إيه يتغير معايا، بدل ما أقعد أغير في اللون وأغير مش عارف إيه، لأ ده هو هنا إيه أهوت في أنماط جاهزة ممكن أغير ما بينها كمان، فبتبقى جميلة جدا. يعني مجرد إن أنا هغير الاسم وأغير الدفعة، ده بيبقى ده عبارة عن ألبوم للتخرج حد عامله، وادي الكاب بتاع التخرج اهو، يعني ممكن جميل جدا ان احنا ممكن ايه نعمله لأولادنا في التخرج بتاعهم، بيبقى جميل جدا. وهنا ممكن اطبقه، هنا بيقولي انت عايزة تطبقي على كل الصفحات ولا هي الصفحة الأولانية بس انت غيرت عليها، حسب اختياري انا بايه بختار. يبقى احنا كده شفنا القوالب وشفنا العناصر وازاي انا هختار من العناصر ديت واضيف هنا، مثلا لو انا عايز اضيف ده كمان الشخص ده كده في التخرج اهوت،
لو عايز احط صوة لشخص كمان معاه مع الحاجات اللي محطوطة ديت، انا ضفت هو شخص ده كده من الايه من العناصر. ممكن اشيل الجزء ده كده اهوت ويبقى ده مكان الايه والكتابة نحركها تاني مكان او مكان الجزء اللي كان ايه موجود، يبقى ده العناصر الموجودة. وعلى فكرة في حاجات كتيرة جدا للعلوم وللدراسات تفيدني جدا في تحضير الدروس بتاعتي، تبقى ايه دروس جاهزة ومشوقة وجميلة بالنسبة لإيه للطلبة. شفنا التحميلات إن أنا بحمل الحاجة عندي من على الجهاز وبتبقى موجودة هنا سواء كان صور أو فيديوهات أو أي أصوات. شفنا الكتابة إزاي أكتب، شفنا تحميل الصور، الصور لو أنا عايزة وببحث عنها أهو عشان أستخدمها، هو بيقول لي أنت عايزة خلفيات ولا واد ولا إيه حسب الاستخدام. الانماط شفنا ازاي ابدل ما بين الانماط اللي عندي للايه للشرائح، وممكن استخدمها لشريحه واحده او لاكثر من شريحه. والصوتيات ان انا بضيف مكتبه الايه الموسيقى اللي موجوده عندي واقدر ان انا ايه استخدمها. تمام. لو في اي استفسار عند حضراتكم انا موجوده معاكم. في اي استفسار على الجزء اللي احنا اخدناه دلوقتي؟ شكرا استاذه، شكرا استاذه عليا على اللقاء المميز. هننهي لقاء اليوم وبعدين نبدا في تلقي الاسئله ان شاء الله. شكرا للجميع.